ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت ابن قيس ابن شماس. ثابت ابن قيس ابن شماس لأنه كان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رجلا فصيحا، وكان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد من الوفود، كما أن حسان رضي الله عنه هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء شاعر مع الوفود وأنشد جاء حسان فأنشد ردا عليه وتأييدا له، فهذا شاعر الرسول وهذا خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس ابن شماس الذي قتل في اليمامة رضي الله عنه، وكان رجلا جهوري الصوت، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض اختفى في بيته، اختفى في بيته، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه في بيته، فذهبوا إليه يسألون لماذا، قال لأني أرفع صوتي، لأني أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى أني في النار، قال لهم قولوا له هو في الجنة، قولوا له هو في الجنة، فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. هذا معنى ثابت بن قيس بن شماس. نعم.